وسؤال دويني دالكياي متى يمد كيسي كعب كاداي او وبرنامج كي دالليس او صومالي كيبال قطل قلي انو كبوريو كونا دي رجليو دي بنسكا بلارن دالك صعودا وحانو لان هاي هدي اعطاي قف دالي او دن كيسي كعب كاداي او دل كيسي واحترا يا كبت ويكفو فرنتاي لسو حرير برنامج كي كان دالليس وحن كل ضوضاء شكو عصرينا دي هذا يسيس ورو يمقالق روح بدل لا لا وناك أنا اللوين ما قاعد يوم إيش عارف مقالك كصدرت أهمية البرنامج ودي رجلين تا يبورين تا سمها يهرو مركا يوناك وطلك وطلس كلا مول بوج معا لحنا مغرب نو يو كي تايم أما سيدة في نو سومالي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالميل بدون كات كجوكتان وعاد نقاد داوان سامبا كسو لوادة تيفيقة عالميقة سومالي كيبل وبرنامج كيني دالي صد آلا بقلب والبو جمعا حلية دونا قلي أنو هو دي نسو مرينجرني برنامج كانوا سيدا أتقال نامبا برنامج لغو بورني لغو لدي رقلني إني داد كل حدا قبصدانو دال كوضا إيا داد كوضا بوحتران أيان قلب والبا وحان ويرنا وقع عن هاتنا شخصا نسلان ناي نفتي سي بلوشدي سبا وحبو تري وعن ناقي نري ورمتا هاي ميدة دالي ودن تيسي كاعد كاضي وداد كيسي إيا دال كيسي بوحتري قلب طويل با قعانتا وكرت كورو تاقو يري الله إلهي أنا سؤاشاس كصباحي مرتدي ذا برنامج كا والحاج أبو بكر مبارك عبد الله أبو بكر مبارك عبد الله وزيو أوغا وفاوندر كا داركتر كان رويال ميدز ودن كان يونايتد عرب إمارات وانين كان عصده وين وكسو دو فيه حولها ودن كا صومالي والوران كارو حشقوين وابو راي وهن كودا كارو قادي وقن عصيو الدنيا دو قد بيه كان عصده بدن او صومالي اما حولا رغة بدن او صومالي الحاج أبو بكر مبارك عبد الله وحو كدو ذي أوليه صومالي دو ودل غنية ninka kun foosto oo barool haysta maanta waxa ka qaniisan ninka kun area haysta bal asaga ayaa noo sheeg doona en abubakar en alhaji abubakar soo dhaw salaam aleekum halo salaam aleekum halo salaam aleekum en aad baan uga xumahay waana maqli waayay insha Allah waxaan rajaynayaa inuu qad ku soo noqon doono en waxaas isweydiin mudan sidaad la socotaanba wadankeena waad aragteen xoolaha nool heerka ay marayaan een farsamayaqaanka ayaan ka codsanayaa inuu nadso bal quruxda iyo bilicda iyo ma horta maxaynu dalkeenu soo saarnaa waa maxay resource ka aan haysanahay waa su'aal u baahan in la isweydiyo xoolahaas nool ayaa kamida waana loo baahan yahay runtii in lagu xisaabtamo oo la dhowro oo la xafido si aanu maaragtay asaageen u hiigsano een الحاج أبو بكر مبارك عبد الله يا خدك هذا سيتوس وجرة ومقالة دبي كسوغان الحاج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي أبو بكر أصدر ما تتعلمين تاقع سبوينتين مرتكرينتين شكرا جزيلا أن أبا وفر حسن هنا دوقتك قالي عن نسيسو أن شركة رويال ميت ورمتي عان كبحضي وأدويرة هلبكا صومالينا قارسيسا بر انتان تفاليدك لحق قلن بحاك وقود لي هذه انا ارنتان كل غاغضو ادقراسي انا عانا بلوزي مركو هريو السؤال هذا ونكتن شكرا وحيد لي حقيقة قناعتي بس وقتها أبو بكر نبيين وعمانا الله سبحانه وتعالى قرآن في محمد وشيء أحل الله البيع marka waxay ku dhaliyay wadankayaga waa qani ilaahay waxa uu mustiyay nimadeed farfadan dunkan maanta nimadeeda maanta ayaa inaga nagu mandaystay xaqiiqatan yani wax badan baa ilaahay subxaana tacaala ay jirtay qatar waxay ku dhaliyay inaan wadankayaga inay ka soo doosiyo xawlihii aan dibadda u geeyo waana shaqo ilaahay subxaana tacaala uu aad iyo aad yani magaranaysa muddo barakeeyay aad iyo aad allah ha kuu sii barakeeyaanu leenahay
ganacsatadu way farabadan tahay ganacsata Soomaaliya ari iyo xoolo dhoofisana waa la arki jiray laakiin Royal Mead waxa ay u muuqataa sida ay wasaadida caalamiga u qaadeen iyo abaalmarintii wadanka Jarmalka lagu gudoonsiiyay marka la fiiriyo in loo arkay Mead International lagu kalsoonaan karo oo dadka ilaa iyo Germany iyo wadamadii kala qaadanayaan maxaad arintaas ku hanataan sidee حقيقة ما كشقت الرقابنا يروح ونحسن إلا وقف يعني سيف الجيران ساعة أو إتخام مدربين في موشيل ولا يوجعي هاي هذي المسكين ذي كذي كذي ده وشقت الرقابنا هي شغلة في أول الصبح بروح أنصح أنا ناي إلى شقتي في بروفيشنال عن أسلوب ناي وعن كاشن ناي بس خبرة أولى ومدربين في تيم صوماليات ودمير صوماليات ومسكين ناي فكرة دي وشي مدينة ودن كيلة عن بيرد لي نور بس كيلة وكفائلان مركا دوينين روح النور كين يعني هنا صرت بقي لي كرنو سوبر بروفيشنال عن شغل قصنا يني وبصفة عالمية تبع ما نبدأ دوينة على نص ساعة عن بحكوس ساعة حقيقة يعني سرعة عن مرة عالية يعني مركا هنا لص عن نوع من لجع قامنا هذا مدرانة تكوها من أوروبا هذه هذه هذان أنو قلنا دينا عودن كادم عن هذا وقنا عصدا هاد عام بحات هاي الله كوب بركيو لكن هذي أنا كله هو لنا عكلا أورجو ضدكي يدل كني محادو قبطة هذا وقت قنا عصيت حولي أتكسر رتت دل ما عيا أما فإذا ما عيا كوب قبان ضدك حول هذا غدايو وصغار هذه هذا وأحسن شكرا جزيلا مكهرة حقيقة شغلنا عن قلنا ما في عن مجوعة تفاصيل شيء عن بالكلمي وحن نصر بحري بكى يعني حول بتطلع بادية جوجا عن رم عمل نوع يقوى مدرنة صورة ريا كوسوي بنية دلال كي تجيني لي كوان كي تجيني نشيل مخلي بكى خلي بكى مخارج كسارية نظافة دي وكجبت بدا كتاب إذن هي الكاتبي لصوها ذا الجيو قد الجال السوي بيجي يسمى الستاندر كعالم موافقا إرباريا دي دوري دي وكتاب إذن هي شعب دي وكتاب إذن هي وضن في العقارات ذا السوق اللي تعرف ذا السوق اللي فإذن يعني الناس طبعا خط يعني السلسلة دي إنسا إن كتاب إذن هي ما كتبوا لك هاي نواف القفوط لا يلحل في القفوط ذا كتاب إذن هي اللي لا لك يعني إمارات كأما عمان أما عالم كأما meelaha aan u dirno ilaa qofka isticmaalaya karsanaya isticmaalaya mustahliga ama consumerka waxaan ka tirinay qofood inay ka faa'iideen hataa shaqaalihii halka annaga loo joogo imaaraadka dowladda ma joogo kuwa soomaaliya jooga laakiin waxaa isweydiin mudan oo xaqiiqada su-aashaada lagu dhalisay horta annaga maanta ilaahay nicmanu siiyey waxaan dowladdeena sharafta badan ka codsanayaa arrintaasi inay xoog saarto xoolahaasi sidii مدران شاء الله كنت إنها وحسوسا كودن كا لوزيا إنها حتى دوينها كتب بعد كده هي أستراليا نيوزيلاند أو دول وحالة بدن برازيل كلا دول وحالة بدن صوماليا أفريقيا كلا دول وحالة بدن لكن ما أنت ودن كسب ما كان تبنى صوماليا في الإيران وحليها ودن هذه أغني وحدي الفيديو بنك مدران شاء كلهم كعديد بنك حالة عديد في البنك كبيرها ما نقول إلى إنه نعمل لكن حرمنا dowladda iyada in arrintaas ay xoog saarto sidii loo iibgelin lahaa ama promotion lagu samayn lahaa xoolaha soomaaliya ama wax soo saarka soomaaliya guud ahaan hadda annaga nagada waxyaaba waliba ka keennaa caanigeeda ka keennaa subag baan ka keennaa hilib baan ka keennaa kaluun baan ka keennaa waxyaaba fara badan baa wadanka laga keenaa taasoo aan waafajinaa hadda standardka iyo waxyaabaha shuruudaha caalamiga ee dowladda maanta u yaalla marka waxaan madaxweynaha sharafta badan xukuumadeena sharafta badan ka codsanayaa arrintaasi inay xoog saaraan oo dhaqaalihii wadan maanta batroolka xoolaha ayaa ka qiimo badan maanta wax soo saarka badda batroolka iyada ka qiimo badan marka xaqiiqada idinka waran yani marka maanta muhiim ba ilaahay nafsi maanta neefka ariga soomaaliya maanta wuxuu qiimihiisu maanta u dhignayaa afar kusti oo barmiila maxaan ku dhahay afar barmiilo shidaal buu dhignayaa oo mudaranaysa weli saafiya marka waxaa macnaheed ba ilaahay nasii maantay shalay waxaa akhrinayay tirkoob la sameeyey New Zealand maantay ilaa ay 15 milyan pondes bay tirkoob ku sameeyey Australia gobol ka mid ah gobolladeeda ayaa maanta wuxuu soo tirinayaa
وهاتين أفر مليم أو نزلتين وقوك بير مركا أنه ما أنتي ودن خير صوماليا نحن بلنبا إلهي مستيين أردت على شيء بكر وحان جلالها إذنك وصحافتي ميديه فإن أدفك جرشيسان فرنزاتي أبيات بدون ما سنتهاي. أنا أكره هذه الفيديو وده ماذا واحد كتله واحد سيني يصير لأن رنتي برنامج كرمال كانوا دير جرومي أنا خري وربحين تاس إيو. and حوالها ترى ده بدنو يكون فاني سو كوجو دنيسو. لكن واحد مودا حوالا أرجي سومالي دي لهي بركي. بدلنا هان وده ماذا أنا عربته واحد شعليين هيلبك حوالا سومالي. وما حي قدرت ما جيراه عنان بعصابته ما حيتها. والله حقيقة أنت سوارن آد لآد شرف نوع ما أنت في السنين بس وده في مرات كل شيء أما وده في مرات كتكين دولا كرفين وآد شعيم أريك صومالي أريك صومالي يعني نفسي داخان أما مرارقة وطبيعي وحقا أن الله ما نعم إلهي من السنين ملح أما إنه في بدن وحكوز الأمان وإسبوعه ملاء إذاقيا يعني شعبها ملاء ودو وأنا عمل لا إنه هم نبدأ كذا هم بولي هي هي تكلم قلت ما أنت هي كسواري قبل مرت هرة إذا نسوق الإمارات أنا شغوين كان بوتشري كان رويال ميت بوتشري سبرايد إنسان كفرين بس كو هذا العد هي كين سومالي لا ما أيك ممكن يجيني ولا هندي إنه يا باكستاني إنه يا سبرالي إنه يا لوكال إنه يا إيراني إنه يا تولبي إنه يا كينياتي وده ما كان لهم إيدي لكن أنا واحد لأن هاي في كي في الصومالية وحن خصوصا من غرانتي باك من العكس هذا كل سوء عليه من هذه كاتبة بس تعجبني هاي أيام إنه أيام أهل كوكل ماي تعرف محام كوكل في حقيقة أرض جينا وده في لاي مسي وده هذا قنوة لكن ذبحه ما أنت كسي شيء أنت كسي مصر جيلان إلى فكر جيني عن كبري سبحانه وتعالى إن الله يخلوك سيئة بس تشكيه هذا الشيء بس تشكيه هذا الشيء بعد تقصد أبي يعني نلعك رأي ودن كا ودنيات بضن باكام مغطى ودن كا أد قدو عيني سي ودن كان جوغنا دي وزير دو إمارات كا وحا رنتي داد بضن سويديني وحا لمغا عاوي وزير كا فرحادة تدك إنو هبي كردقو يحلين تقلافات كا أرنت أسمحا زلالة سومالي وكبران كرتا والله ورين عادي هذا عندو وينها عالم كلا لعجبي تغيير كان مسبب ك دولة الإمارات كان حكومة الإمارات شرفت بدن خاصة الشيخ محمد بن راشد العلي أمري سا حبرك يا وصام العاوي حكومة عجيبة وحكينا حكومة وصام العاوي دور وزير وزير وصام العاوي وفرحت فيها كذا واحد الحقيقة وزير الحصان بقى حوالي تفكين اجتماعات تسامح الخلافات الحريرة في المجتمع كان حياة بس كان هذا الحصان بقى وزيرة جبلير بقى اللي صار الواسط يا دبتشيل وجارعات مدرسة الحصان حوالي وأم العاوي وزير كجبلير بقى المجتمع ما أنتي مثل سياسي 25% تقول حلو قاسي يعني هاي مكا وأنا أردت أن أتوحان وسمعي عن كثير يفكر معه حقيقة أرن هذه أن أجيب وعويه عن بيوان أرن كبيرش مدن ومستقبل كصوص عضاء قوان كنسي هاي صحة مناك بدن ولاشة حقيقة دنيرة مكا وحان الله حكومة ديالة وأنا في رأيي إني جوين شركي وراح اللي حكومة راح عالم كان دبي اللي يقبل وكسر ذلك شو دولة الصومالية أنت في إني فكرت كقاعدان على العقارات نوعا و وبيركلين وبيني وخالبوي أبيات جوجوبي إن أضاف وقتها كم العلية شعب الصومالية يكستمر كاي إيميل جوكت فرنت هذا قدم بيسود دري سوا معي فضل فرنت أنا دري ولا هي مكتسب جوان صومالية ولا هي لاي هذه هذا كلام بلام عن قروض كيلا سكوفر ما قدر كيلا عن إلى شنو مال والبا شايل حن أخلي مسج وصادر بس لأنها دبتة صومالية اللي هي تبيلا ولا بوزيا ولا داعية بس حقيقة يعني وحنا الله أولا يا قدر كيلا عن إلى شنو عن مال كشنو وعن كل قادنا واحتصار كيلا سمعت بأن إشرفت أن نشي في مكة في عام عن قاسينا بعناها استفصلنا
دولت عن قرب خادمه المبلي عن كشفينه عن كاشنه دعمه وبتبدأ يحفظ كويان ولا ريال عن كروس كفرنا ودم كينا عن يعني حقيقة عن مدر عمي أنت سافرت عن يسوق بنا ولا لا يسوق كلا adiga dad ma samtaay guuleysan ku leenahay een kaasina wuxuu ahaa Alhaji Abubakar Mubarak Abdalla CEO-ga een Royal Meats ee dalkaas Imaaraadka hadii aad mar akhbaar raadinaysid ama aad rabtid inaad ka ogaatid waa www.royalmeats.ae ayaad kala xiriir kartaan halkaas oo emailkiisa iyo details iyo sad hadan kaaga mahadcelinayaa jazakallah een waa barnaamijkii dalis qaybti labaad aan u gudbaynaa sidee aad u aragtaa xoolaheena oo la yiri adduunka dadku ilaahay amarkii waxay u jecel yihiin hilibkooda sidee baad u aragtaa een runtii een in lagu tilmaamay sidoo Alhaji Abubakar yiri ninkii kun een neef oo ari haystay wuxuu ka qanisan yahay ya ama ka maalqabeensan yahay qofka haysta kun fuusto oo shidaal ah saddex jibaar buu ku noqonayaa la yiri sidee baan markaa anagoo arintaa ka duuleyna aan xoolahaana ku sii xafidan karnaa sidee baan isku dayi karnaa een abaaraha iyo si looga hortago oo aysan harraad ugu dhiman in ceelal loo qodo in loo hubiyo bal dadkaas xoolaha dhaqda inay biyo helaan qaladka taleefanka waa idiin furayaa dhinaca emailkana aad ku soo diri kartaan waa daldis@somalicable.tv aad baan u soo dhaweynayaa fikrooyinkiina iyo talooyinkiina bal qofka horeeya halo asalaamu calaykum السلام عليكم وعليكم السلام ولا شيء ما قاعد يمشي كسر ليس ولا على واحد يا سهراء عبد الله وحنا كلا صار ليا ما قال لي بيرك يعني سهراء ولا المهل بحلال بدين سا سلو ما هي ولا المهل بحلال بدين يا وحنا هب يكون نقضي إذا كوسير كأه إسكوفا سمحي إن وسير نقضاء ما وسير wasiirka farxadda adiga ha arabta way sameeyeen ba waa la sameeyay wasiirki wasiirka farxadda iyo qosolka iyo inankii hadda aad sawirka arkaysay ma aha laakiin dawladda imaaraadka sameysay ma is leedahay dalkeena in loo sameeyo wasiir dadka ka farxiyo wasaaraddana farxadda ka shaqeyso dadka inay saxfiyo waa fikir fiican soo maaha absolutely waa inta inuu baahan lahay adiga waa inuu baahan lahay correlationka yaryar ee imika soo koraya in maskaxdooda la bedelo oo siyaasadda laga bedelo oo businesska laga bedelo oo arta farxadda la daro sahray inankan laftigiisa inkastoo nin ganacsada yahay ood shaashadiisa sawirka halka uga aragtid dee asaga oo u magacoobanaaba wasiirka farxadda iyo ya arta generationka iminka soo kacaya waxay u baahan yihiin farxad waxay u baahan yihiin nolol isbedelaan aad iyo aad waxay u baahan yihiin dhibaatooyinkii nagu soo dhacay wax ka bedelanaya arkaan aad iyo aad waxay u baahan yihiin qoriga in laga dhigo waxay u baahan yihiin in nolol kale loo jiheeyo farxad leh absolutely marka taasi waa ta ugu waxaa xukunka ugu weyn aynu maanta haysana ee yacni lagu kididinada maanta wallaahi taa mid ka wanaag wasiir ka wanaagsan baanu ma arkabe maasha allah aad iyo aad baad umahadsantahay sahra waana run calaa daba dheeraatay iyo dadkii oo dhan xanaaq iyo anger iyo kala aarsi iyo cadaawad iyo qof qof u caraysan waa run aad bay runtii usoo dhaweynaynaa in loo magacaabo Alhaji Abubakar Mubarak yaa wasiirka farxadda iyo xalinta khilaafaadka bal qof kale ayaanu fiirinaynaa halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam abukar waa ku salaamay 14 karta yaman iyo dubay loo doorsinayo iyan horta dowladdu marka xoolihii dadigaa iyo kuwii hadiray gurayay la xaalayay iyo kaluuqiiba waa la dhamaysanaya mafaad aad iyo aad aad iyo aad marka arrinta hadda waxay tahay arrin ilaa dowlad fiican la helo oo dalkii ganacsigii xoolihii iyo dadkii ilaalinaysa ilaa la helaa
نعتبرنا حوطرة هذا لنا كلا هذه لا ده جن عصبه يوم دولة الجيران أو ماشي لوكال صانين أو عضو الباي كبر قيسا أو عربي جوستن إن نيوزيلاند كدورتان بجن عصبه هني نحنا أخرتي أو يو عرض وانبض ورحوله يوجيوان ورسيد أم ليسن معها أو ليري معناه دعائر للجلية حوله سومالي ولا جوستي سب عنان كيميكال قدادي إنه صوبن ديجا مرلبات وحولها من السوق إياله وهرب كي سامريد حولها ذو أبى المرن كقولشته مين الله أورن كرين دل كي يدك كي بقولي ها وارن تاوي لكن دين عكلا أتجمع مع وقع نوخ عليهم علينا قبعة وقبنا ين هكمتم وأما هالسي هاي لكن المسؤولية ذا يكسرهم وحولي اللي لعلي هاي لعليهم أبي هاد هاي لعليهم هذيلا كل يعني حقولا لا يصير لا يتصرف على الكاريو لو إلى اليوم هنقول هذا حديث كذا. أبي هذا ما سنتوارن تا إني مسؤولي دسنا ماشوا كجير تا وحلقة يا بواجي هاره وننك أم بالغة الجري يا ريا لما دوفين جري سما هرت أبي هذا. ها وننك يوم أنا كوت ذيك لما دوفين جري حتى كلوم في وحنتي ما نزلتيا وحنتي ما لحقتها في دي الله تا ملاك الهدية وحيل إلى لين تري باشن لیران و هزینه کوری هایی این دین که لیران قوانا سوالی رو سرانو سر اینکه دولت سوالی ممنوع روی هایی این منان کم کلو سوالو عمل و کلو حتی اتنو هروی منان کلو خیارا حتی مرکا وحال لیران های ارگیی و حرتی ازو سوالا انترنو فیان هل کاسو بکنه لیا و دنگلی هذه أتوقع سنتا سبي عم أقول فهمي سياسة وين بامش يكون جرترنتي أو قطنير إن أنا كلهم كانوا قانتي سلو دوفين وحراه يرد كان إن أنا لكل دوفين يسند كلام ولا لني وحق ما دوي ما بيجي كجرتة أقدر أكون فهمي أبو بكر نواح نسله إن شاء الله الحاجة أبو بكر فرينتا سوو مغلي وربل أرجية ذي وننك يا هلا قاضو لكن يا وحراها إيو نيلها إيو هو قبلها إيو وارن تا دور لام تو دوتن که کنتر کمی تای آرگی با ولش که هست تا آری بام بکه هلی نه تو حالش دهی کنتر کن و قبل از بالا دو فیلیه و عربه حالفتی کو شقت تگ ارن تاس نه انشالله داد دادنی ولع کم میچین برنامش بام خصم استند دننا لکی ما مانته یه دلش یه حاله نال یه دل که نه یه حاله نه یه کلم که نه یه عید نه یه عالم که نه سلام علیک علیک السلام ورحمت الله علیک هاي ولا لسه ده تي في جسك قاعد قد كتوا سو جرتا سو سو مغلط. هاي. وأنكم مغلط وكر عوالة وأنكم ما صرت هاي أيضاً برنامج كذا هذا الكلام هاد علينا يا. هاي السلام عليكم سو ده ما حد كدر الأذوار. وحنا وين ما أتي أنت حتى أتكلم واتي شيء أهيد. إن ما أرتيات كهذي شت إن كده كنت كنت قبل ما دوفينا يو أربعة دو دوفينا يو إن برنامج كاس وصارته أو أما أرتي برنامج كاس أما جا أرتى كنور أما جا ماشي جوجنا لبعضه يكون خلا عن أو إن برنامج كاس الله يحفظه الله جنات بيتيو وحنوش على الله هاي أدي أدي إن برنامج كاس أتوقع أبدا شكل بالله نور مسعود عربي يا جوجته ما جوجت تو كنا قدوة جوجا خبر جوجا سينما دارك تادي قبل هذا اللي هي إن كي وادي ده أوغندا وادي ده لكن دولة الصومالية تركن تكون أو قبل هذا أو أشقى إذا عربت أنا كأوجينين قبل هذا حقوق ضد يا إلى لنا يا سلالة أبو كر عوالي وأكون مع صمت هاي إن طبعا كل هذا شيء في إيجاد ونكسن قبل هذا ليش تبدون أي كاميرا أي أوغندا إسا سرير كي وحقوق لكو أي سعودية يو حقوق لكو أي أوغندا وهي هدش خالصه waxa ka hanbay weel mustaqbal asaga mustaqbal waxa u dhashay laakiin Uganda waagard waagard salaaban ee runtii ma kana waayay madaxweyne xaqta sheekh maxamuud inuu suuudi yimaado abu kar awal faamid waxa inuu xad suuudi yimaado oo jiraahdo waxa la ka gadaya konta kula kabdo inuu jiraahdo gabadhii samaha asaga mustaqbal adeer uma aha كوني سيجرب كنوريه، تركي جرب كنوريه، إن كتبني نضبط الله يفترى إله، حتى أوصي. سلام. تاسميت عندي إنما. سلام هرت. سلام هرت رأيك دتشي. سلام أنا وقرن كرا درين كاغا
قبلها الصومالي ذا القيمة هاي إن نقول ليه إن النول بوجي هاي دين تين الإسلام كابا كسور جذا جوار عن محرم عندنا السعودية اللي سكت الضرر ولا كنت أكون قبل أود بندرينا ما دفع عدعي ذا ما با مرقبة إن ووجرتا برنامجنا واسمين دونا إن شاء الله إن أدب نومات سنتهاي إن عرنت عصرنتي برنامج كصومالي تي في كصومالي كيبل وكر قل دونا سلبنا وهذه عدي كراء معلومات كهسة سعودي عربي هدي جوكتيد waad islaa dahay arintaas wad ka qayb qaadan karta ma u aragtaa konto kun in la keeno waa daldis@somalicable.tv daldis@somalicable.tv email ii soo dir waan ka wada hadlayna barnaamijkaasna waan soo deynayna insha Allah waan u kurgelayna hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum marka arintii gabdhaha dareenkooda uu sanal tagin maanta waa royal meat وحولهن هي هلبهن هي عانهن هي هرمركن هي وحن دوفسنو وحا لا يري سعودي انتا سو فستو بدرو لو سو سارتا وحن لهن انغوا انتا سو كون او اريا يا بان لهن هون دوفسنا كيلو يا نيفكي اريا انا وحا لي 100 دولار يا وليبا اورغي وين خطرتا 120 مو نقراي يا فستو بدرو كان وحي سي مريسا 27 دولار 72 دولار اما 70 دولار بي سي مريسا ماركا هدين خولهن ودقنو ana arintan halka ka sii wadan anaga mabcid ba u baahnay laakiin dawladda waxaan leenahay warbal ariga hal waraabiyo oo yaan abaaruhu la tagine ceelal ha loo qado insha Allah waa resource kaliya wadanka haysta qofku igaalo salaam aleekum wa aleekum salaam warahmatullahi wabarakatuh oo kan awale salaaman leeyahay dadka waxa jira ismaaciil ahmed ali dadka ismaaciil ahmed ismaaciil aad baan ku salaamayaa walaal mar kale waa daldis@somalicable.tv ila soo xariir wa arinta sidaad uga gubaneysa looga wada gubtay in konta kama ku dhawdo Soomaaliya Saudiiga loo dhoofiyo waana ka sameeyneena barnaamijkaas insha Allah daldis@somalicable.tv aad buu maatsan yahay Ismaaciil en waa runtii dareen weyn oo meesha ku jira laakiin ma rabno maanta waa loodeena iyo arigeena iyo geeleena iyo xoolaheena iyo resourcekeena yeena barnaamijka barnaamij ku qaldin aniga lafteeda hadaan maqla gabar baayaa khatar ku jirta safteedan gal kala baxaa laakiin barnaamijka maanta loo yaal bal aynu ka wada hadalo waa en shirkadda weyn Royal United oo award abaalmarin weyn caalami ah ku qaaday oo iyadoo la yiri hilibka Soomaalida kiimika ku daatay iyo dhibaato gaartay iyo lama dhoofin karo iyo runtii rajadii soo celisay oo ku guuleysatay xataa iska dhaaf carabaha wadamada reeg galbeedka in loo soo qaado hilibkii ariga Soomaaliyeed kaan bal ka wada rida yarka orgi yarkaayo galdagab joogo yaa gacelbuur iyo jacar iyo bargaan iyo maxaasi aadan yabaal iyo xadalay raagacale iyo orgidaas ka yimid yaa caawa jarmalka looga cashaynayo rag baa ka shaqeeyay aad baan ugu mahadcelinayaa leh Alhaaj Abubakar Mubaarak Abdalla waa ninka shaashada ku arki doontaan oo hilibkii Soomaaliya inta dalkii ka soo qaadaya adduunka u soo bandhigay waliba la tartamaya New Zealand iyo wadamo kale asagoo la tartamaya yiri hilibkayaga balciddii ku dhadhana balciddii ee quality ku gaareysa balciddii ku gaareysa baruur la'aan bal idinku wakaalaya arka marka aad buu mahadsan yahay waa dhiirigelinteena ee barnaamijku taas uu ku saabsan yahay iyo in xoolaheena aynu dhaqanno waxaan maqla jiray waagaan yara ee maqaan hees dowladda gacanka ah ee xoolaheena xoolaheena iyo kaluunkeena iyo badeena iyo beereheena ee runtii waa waxa kaliya aanu leenahay oo aan ku faani karno oo raasamaalno ah marka inaynu ku faano farsamayaqaanka ayaan leeyahay bal dhinaca taleefanka fikirkiina iyo taladiina bal qof ku xiga alo salaam aleykum waalaykum salaam waxaan rabaa barnaamijkiina ka qaybgalora walaalay waad ku jirtaa waa Abuukar Cawaale toos baad ugu jirtaa magacaaga meeshaad ka soo hadlaysaa ku bilow السلام عليكم تيفي اسك غابي عليكم السلام ولا لي وخالة دا زينب محمود هانك سهل هاي سويدن اي وحالة كلينا مدحوينة هاي صومالي ام لها دلوق وكو صورتنا وحيطة هاي مرد قبلينا اري ماها اري مكتكي تخيم وليح هاي ما فهمتي واقر وحكا صوها دو رخيص كدي ومول كصومالي دو رخيصين عدونك hilibka Soomaaliya duu rafiisteen maxuu sidaas isku rafiisina Soomaaliya waa wadan qaali ah seenaba adiga su'aal ma ku weydiyaa madaxweynuhu su'aashaas waa maqlay laakiin hadii la fiiriyo gabdhihii shaqo looma hayo waxay qabtaan malaha meel ay aadaan malaha Saudiigu waa wadan islaama waa wadan xalaala waa wadan ay xajiyeen asturiyihiin Sweden baad joogtaan Mareykan baad joogtaan Jiinisiya iyo gorgorada gaagaaban ma aha inaan adiga ka wado iyo khatar iyo diima aan lahayn iyo dhaqan kale halkaan ay xalaal bay'ad ah ku jiraan maxaa loo diiday hadii la idin doon ka warramo
شرعي إسلام صحوة مخدين جبر اللوسي يكو لا أدي بأسودنا فيري وإلى هاللوساي سويدنا أبي إلى هاللوساي وقال هدو يا إلهي كان يخوتني ما نكون مجلق وحنكو شارع السعود أربي حقوق الإنسان مضى سمي سابق قبلها ميري كحيرا واجر كان يقول الإسلام كعاين دمزيان سيري بعد بأم هاتسنتا ولا شيء قبل هنا ونقول قالي ولا شيء سير من أدي أم هاتسنتاي ضد أم بنينا على كتسي لكن ورم ورياليتي ووحشرة أرنتاس بالدردون يدبوا أكتنا وكبرنا كان هرد من برنامج بلارنا يعني كسمينيا قفك كل يوم فيرني يا غد كتلفك and سيدو كلا برنامج كدي أدوني سيد الله صحيحيتيد أما قبل هذا حكة هيسيد أما أدوك السعودي العربي جوكتيد نلا صحيح الوطن لسات سمع لك يبل دوت تي في قفك حلو هلا السلام عليكم أبا سودو ما عاجب ماشاء الله سؤال ليس تي في كسك قال بليز وهذا هو هاي بقى أيوة حمد يا الله بنشوفته حمد هي حق سودو وهذا هو هاي أولا هاي سودة ما حد كتر الله دولا لي وهذا أولا محلي ربع ليد هذا يد الشعيل كذا يوح هذا مركز شبيل وح والله جالس بس في لحد مش هو عمل هاي وحان رهنا وحان تمام وحان دو دينا وحكين شفتي من الحين كيف شفتي واجي على ماذا إيو أنا ودي وحان لما يلا قحية بس كيف هلا دوينا من هذا السنة ما عندهم ما هم بام سوا صح وبرد ما شاء الله رياض كو هي ما لي عروتي بس كي دو مركي حالي وقعتي وعلى نراك جوز حالك اللي تحدى لكن بس كي يجي دم كي نروح على غدي ولا أنا أقولي سحولة لا لا بابا شو فرتام بعكس قال أبي يقرب أقول له مية أو غير يحول هسه بقول له رفع صوت ودرا غير ما أدرى بقول دولار هذه يا خلص وحى وحى لبعد أقول كي مية هذا حل بلايو خبيل خمي لا قبل وقعتي في صومالي أو نقط قشعتي واقرت إن شاء الله وأنا مداس وأنا مداس أنت أير كراهو أير له وسيسات وحنت على هاي خلك فرنجير كاس اللي حابين نخفره في دليل هذا انه هلا شقاء حولا وقلان خارج دا وحك الساء دليل هذا انه بدك سعطة شقاء هلا هذي هذا طلا نهبدا ودن تانيه ايه فرنجير كاس حابين نخفر بلان نخفر بواسطة كفر مقدشة كفر باها كفر تنبرا برا كفر حمدي ورب كوشايا حمدي ها وجي جرعصدهان فرنجير كان مقدش ويلا بوساس ويلا بلدوين ويلا دليرو شقيسية ويجي واحد حوله قضية أو لجوجة والأركي سابرت وسمي حوله داقيان فسمي غان كقعد سنة يا هل كاس؟ نال الأمير الناس نال يوزمالي كبيح الناس نال هذا الناس نال يا طالب أديان أديان أديات أديات ده ما صدق حمدي وفكرت في عن نفكي وقلن وفرنشير كتشرموي واحد ترى نف نول يا و و و وفكرت إنك هراك ده وجيني وها هدي هاد لوفيسيد وحرتي يورجي جيبة حتى أتودن كل أول لوفيس لا صعدة وحرتها يورجي جاس أنت سعراسان أتودن كل تكان صار بدن وكرة نالي مايان وفكرت يسنا ماشي كتشرتو حاليين بالاسي سياسة وعجري كتشرتو هالجارة and one you urgi iyo nin la la doofin jiray laakiin hadda waxa lagu leeyahay ya laakiin shirkadani waa policy ay ka dagaalantay ku jirta urgi waxaan ahayn ma qaadato one waxaan ahayn ma qaadato and wadanka gudhiisa aan lagu soo jarjaraa oo lagu soo talaagadeeyaa marka aad baan ugu amaanayaa runtii and royal meats more information iyo habka ay u shaqeeyaan hadda doonaysan inaad ogaataan waa www.royalmeats.com AE baan leeyahay United Arab Emirates AE wa royalmeat.ae halkaas aad ka heli kartaan baan leeyahay wixii macluumaada en waa shirkad tiri anagu waxaraha iyo riyaha iyo en ma qaadno kas waxaan diineyna arag inuu meel kale ku beermo asagii gowracan oo diyaarsan baan wada ka kaxayna si aanu shaqo abuuris ugu sameyno en wana kuwaas fiidiyooyada ay soo bandhigeen abaalmarinta weyn lagu sameeyay oo runtii waliba ariga Soomaaliya mar suuqa inta loo galay la yiri sunba ku dhacdo kiimikay cuneen oo xoolay en Soomaaliya lama dhoofin kara dadkii u dagaalamay ku jiray runtii ilaa international
هير أجرسي ويري إن هنالك نقولاتر تما كوالتي ميت كيجا بدن كيسة يقروح ديسة نقولاتر تما لكن يعني لأورنين سومالي ميت كذي إن واحد يبعته مجلسه أبو بكر عاد بومات سيا بلغف كل عن فيرنيا خدك تلفك إن هلا السلام عليكم aan waan soo noqonayaa qadka telefoonka aan sidoo kale barnaamijku waxaad kala soo qayb ka soo aan fariimihiin iyo taladiin ku soo diri kartaan adiga laftigaagu aan Abubakar Hilbi iyo xool u dhoofiyay aan ganacsiyal waaweyn buu furay kaloon buu dhoofiyay aan caana geel u dhoofiyay yaani macluumaad badan oo wadanka yaal buu suuq u sameeyay intaas oo qofna shaqo u sameeyay aan sidee baad u aragtaa adigu laftigaagu ma tahay qof dadaalay oo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya diyaar ma u tahay inaad soo fariisato barnaamijku aad anna way kan dalki intaas aan taray diyaar baan anagu ku nahay Soomaali cable hadaan nahay inaad aan inaan ku soo dhaweyno oo ku dhiri gelino si aan u soo bandhigno horumarka iyo talaabada aad qaaday si kumanaan kale Soomaaliyeed ay adiga kugu daydaan markala ayaan leeyahay war hadii aad tahay mid dadaalay oo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya ya gogosh waa ku diyaaray soo dhawow baan ku leeyahay qof ku xiga telefoonkan fiirinaya halo salaam aleikum halo salaam aleikum aan qofkaasi uu ka go'ay baan u maleynayaa aan aad baan uga xumahay aan uu ku soo noqon kara waxa runtii xusuusid mudan oo aan mar kale u mahadcelinayaa Abubakar Alcaaji Abubakar Mubaarak Cabdallah oo barnaamijka maanta nagala qayb qaadanaya runtii ku soo bandhigay aan u heliyay xoolihii Soomaaliyeed baa la oran karaa aan tayadoodii iyo quality-goodiina kor loo qaaday iyadoo waliba dad badan ay kula tartamayeen la oran karin Soomaaliya hilibkooda lama cuni karo aad iyo aad buu u mahadsan yahay aan arinta oo laga dhawaajiyay oo soo noqnoqotay 10,000 oo gabdhood la dhoofinayay runtii wiigaan ma rabno inaan ka hadalo wiiga dambaanu ka hadli doonaa iyo wiiga soo socda insha Allah barnaamijka dhan baanu ka diyaarin doonaa laakiin waan u jeedaa emailada dhinacaas ka soo dabadhacaya hadii aad adigu joogtid ama aad ka warqabtid ama aad xog ka haysid ya la soo xiriir waa daldhisad somalicable.tv ma ahaan jirtay laftigaagu gabar meesha ka shaqeysa oo xaaladeeda ka warqabta la soo xiriir dallis at somalicable.tv bal dhinaca telefoonada fiirinaya mar kale qadka telefoonka bal waxaan fiirinayaa runtii aad buu u mahadsan yahay walaalkeen Mubaarak waxaana leenahay runtii qof walba inuu dhexda u xirto oo xoolaheenaas runtii waa resource waa awood weyn oo haysano inaanu ku xisaabtano oo aan runtii dhowrano oo aan isku dayno inaysan haraad nooga dhibano abaaraha laga hortago ceelo loo qodo la isku dayo bal qof fiican eegaya telefoonada qadka telefoonka waxaan ka codsanayaa injineerka telefoonada inuu runtii iyagu aad u badan inuu noo soo gudbiyo aad buu u mahadsan yahay bal qof ku xigan fiirinaya halo salaam aleykum waalaikum salaam waraxmat salaayay wala fiican yahay salaayay ma la raayaa ebo wal raaya soo dhawow ma xagee ka soo hadle khayr ila si lanan haye magaagana maxdiin way muhiidin haye maxaa ku dari lahay ma ninka hadla mu waxa way mid dhaxdhaxad mas waa ninka odaga ninkii odaga laftigiisi waa warka soo daa adawga ayaa tulka alla kinnaa marka horeysa raga tahay insha Allah taala khayr ila ku siiyo iyo marka wixii socdaba waxbay dalaan waxba maark wax ka dhasha iyo wixii wax ka dhashaan dadaalkii dhacay waxba ka dhashay wuu fiicnaa oo maarati culays fara badanaa degay marka niyo khayr allah ku siiyo waxaan rabaa marka wixii ka dhashay in haddana laga shaqeeyo waa kow oo culayskii degay wixii ka dhashay in haddana la saxaan rabaa hoos aan isugu noqonno oo maaragtay aan maaragtay aan hoos isugu noqono yacni familiyada iyo odayaasha iyo bal qaar wiilasha kamid iyo waxaas inaan jeerino bal mar ala insha allah waa isu noqonaynaa wasiir habiga arrimaha farxadda ka shaqeeya oo la sameynayaa insha allah iyo xalinta khilaafaadka baaba lagu soo darayaa baa la yiri insha allah dowladda soo socodka si ay dadku yaa waa saad sheegtee bal wixii dhacay wixii laga dhaxlay bal si loo xaliyo oo loo dejiyo oo la isu fahmo arrintaasna runtii aad baan u dhiirigelinaynaa wasiirka farxadda baa la yiri yaa mr happy minister nin la yiraahdo shaqadiisa oo dhan ma tahay inuu dadka farxiya ka warramo haduu si wuxuu kugu soo kallo adoo dhan baa iska farxaysa ilaahay abrig waa runtii arrin loo baahan yahay
United Arab Emirates ba sameystay loogana dayn karo iyo xalinta khilaafaadka labada qof oo madax isku jirta inuu shaqadiisu ay tahay inuu xaliyo en waa fikir aad u fiican baan leeyahay en galabta barnaamijkeena daawadayaal aanu ku soo qaadanaynay en Alhaaj Mubarak en Abubakar Mubarak Abdalla iyo shirkada Royal Meat en aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana leenahay runtii hawl qaran baad qabatay halkaas ka sii wad en galabtana barnaamijkeenii intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaan ku kulmi doono mid kan oo kala waa aniga iyo injineer Bocor iyo en bal qadadka taleefanka ayaa aad u badan baa la ii gacan haatinaya bal aan mid kale iyo laba qaato halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum wala leey wax kuma qalaya dareerkii loo nimaal leen ku jiray halo ha halo wala leey hor tv iska gaabi faylka casa waa asiga laftigiisi yee bal hor dareerka daji kowde tolay casa wala leey ha sa ya bobo en wala si professional hada oo hadal baa leey runtii wa 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 ilka case waad soo dhaweeyeenaa fikirkaaga laakiin Google International aan fadhinahay abo adigii miya dance ku bilowno waxa waa number professional bay noqon kartaa laakiin walaashay aad baan ku salaamayaa kaftanka inuu naga dhaxay aad dhici karta aad u maasan tahay gabadhaas walaashay barnaamijkeena galabta intaas ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo intan ku kulmi doono mid kan oo kala waa aniga iyo Cabdisamad een iyo farsamo yaqaankeena Bocor dhamaantay waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.